لا المواد الغذائيه صراحه الحمد لله كلها متوفره في المغرب كامل. اي حاجه بغيتها الا تلقاها مرقمه مستمره، كل الاسعار ديال الاثمنه كلها مستقره، ما كنظنش انا الحاجه ناقصه، كلشي موجود. ما بان لي انا حتى شي حاجه ناقصه في السوق، كلشي موجود. الاسعار لا ما بانت لي شي حاجه اللي زايده ولا باين. السوق عادي يعني ما كاين شي، ما كاينش زياده، ما فيها شيء الاثمنه من غير بعض المواد اللي ما نسبيا كلشي مزيان. اخي ما عرفت باش تشانل، ما عمري ما هذا السؤال يعني طرحوا للتاجر. لحد الساعه المواد الغذائيه ما ناقص فيها حتى شي خصوص. كاين شي سلع اللي ناقصه بحال الحاجيات ديال رمضان، شي حاجه ديال بحال البلاستيك ولا داكشي، كاين شي حوايج ناقصين، ولكن بالنسبه للمواد الغذائيه ما ناقص فيها حتى شي حاجه. الحمد لله كنتقداو، السلعه كتجينا من الديبو، من كلشي السلعه موجوده الحمد لله. بالنسبه لمراقبه الاسعار غادي نقول لك حنا عندنا الثمن فيكس، حنا الثمن فيكس كنديروا كلشي ب 10 دراهم. الثمن اللي هو كيجي مناسب للمواطن، ماشي شي حاجه اللي غاليه بزاف، كنحاولوا نقصوا عليهم. كان البعض اللي كيحاول يغلي الاسعار هذيك، ولكن راه السلطات قايمه بالواجب الحمد لله. الجوده السلعه كما كانت قبل هي اللي كاينه دابا، الجوده كما هي الحمد لله، ما كاين حتى شي تغيير. لا ما فيها حتى شي حاجه، كلشي عندهم داكشي مزيان في التاريخ، في كلشي، ما عمرنا لقينا شي حاجه ما هياش. معكم حمو محمد، تاجر في تمسنا، اللي راك داخل عندنا في المحل ديالنا. اللي كتشوف المحل فيه المواد التغذيه جميعا اللي هي اساسيه ديال رمضان، اللي هي مطلوبه في رمضان، وحتى في الخضر الحمد لله راه كلشي موجود قدامنا في المحلات. زعما حتى شي حاجه ما مخصوصاش بالنسبه اش غادي نقول لك، الا بعيت ما نفكر باش نقول لك شي حاجه خاصه ناقصه في هذا العام، ولكن الحمد لله كلشي موجود في الحبوب وفي التغذيه وفي الثمن مناسب. هذا المحل بالكترين والاسواق اللي فيه واحد الثمن مناسب لكل زبون اللي تيدخل، تيحس بداك العدد الفلوس اللي عنده، تيحس براسو وياخذ داكشي اللي عنده في السله وتيدوزو لاكيس. كاين واحد الثمن اللي هو 5 دراهم، تتجي كل واحد كيف يحسبها عادي. المساكين قد الناس الضعفاء ديال الناس الجابين. الجوده الجوده كاين شي حاجه فيها الجوده، وكاين شي حاجه ناقصه الصراحه هي هذه. بالنسبه لهذا المتجر كاين اثمنه مناسبه، جميع الاحتياجات كاينين. بالنسبه لشي حاجه قليله مشات تلقاهاش. الحمد لله المواد الغذائيه ما فيهاش الغش، لا هي هذيك مزيانه الحمد لله، التواريخ كلشي مزيان، مرتاحين. لا خصوصا لهذا المتجر اللي في الوسط ديال المدينه ديال شمسنا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.